البلاد بقت كويسة وإحنا بقينا قاعدين في البلد. الصعب إنه ضربوية بايكتين وبنوا غرفة والداير كلها جداري ما فرحوش فيها، أجوا اليهود وطحونا منها. الجيش كان يأكل ويشرب من البلد لأنها البلد زراعية والجيش محصور، فكان عدد الجيش المصري 900 والجيش السوداني 200 ومتطوعين من البلد 200. هذولا كانوا يدافعوا عن البلد لمدة 9 أشهر. خشت اليهود عليهم، صار يمسكوا الشباب يطقوهم، الناس شردت، خافت الناس، خافوا الناس وشردوا. صار يقولوا لهم يعني بس بدكم مدة بسيطة وترجعوا لبلادكم، يعني دشروا كل شيء، بقول لك دشروا الحلال، دشروا الحب، دشروا دورهم بما فيها. احنا ما لحقنا الخيام، انا مواليد 1967، يعني احنا جينا على غرف كانت بنيتها وكاله الغرف الدوليه، وكانت مقسمه الغرف لاقسام A و B و C لكل اسره، يعني غرفه حسب عدد افرادها. احنا انحصرنا في بلدنا عراق المشية لمدة 9 أشهر، منهن 6 من 3 جهات ومنهن 3 من 4 جهات، احنا والجيش المصري، وكان بقيادة حسين كامل والرئيس الأركان جمال عبد الناصر، وكان في الفلوجي معانا محصور البيك طاها، يعني برتبة عميد، وحسين كامل برتبة عقيد، وجمال عبد الناصر برتبة مقدم. تفاصيل حصار الفالوجة وعراق المنشية يذكرها الحاج حسن الجوابرة. الحصار الذي انتهى بتهجيرهم من أرضهم بقوة السلاح بالرغم من اتفاقية الهدنة الموقعة في جزيرة رودس اليونانية. بعد الحصار صار مفاوضات في جزيرة اسمها رودس في 2/2/1949، صار مفاوضات على أساس أنه يسحب الجيش المصري بسلام بمعداته مقابل أن البلدين يكون المنطقة حرام لا لليهود ولا للعرب. فسحب الجيش المصري في 22/4/1949 الصبح، اليهود كانت داخل العصر، فقعدنا لمدة 59 يوم. فكيف بدهم يطلعونا؟ أجوا كتلوا شباب 2 من البلد، واحد من الجوابر اسمه سلطان ماضي، وواحد من دار أبو محيسن اسمه عبد المجيد محمد يوسف جد الله، فكتلوهم على أساس أنه يزعجوا البلد. فلما كتلوهم توجهوا عندنا المختار وقت اسمه فيصل أحمد سليم الجوابري، توجه للمراقبين، كانوا المراقبين في شرق البلد حاطين، توجهوا يشكوا يعني، فقالوا بدنا نعمل اجتماع. عملوا اجتماع وأنا حضرت الاجتماع وقت 14 سنة، كنت أصب لهم قهوة يعني،
فتوجه اللي هو كبير المراقبين واحد اسمه تيستي من النرويج، قالوا إنه إحنا بدنا حماية. قالوا يا شيخ جبرين، لأنه الكبير في البلد عمرا وقدرا وكت جبرين خليل الجوابرة، فقالوا له يا شيخ جبرين لازم ترحل. قال لهم أنا ما بديش أرحل، أنا ما بديش أرحل. قالوا بنقدرش نحميك. قالوا بحمينا ربنا. ظل لنا 3 أشهر، أجونا هذول السيارات أجل أخذنا ورمنا، رمنا عند بيت جبرين، أخذنا من عند بيت جبرين الأردني ولا هم مين، أجونا لقينا الخيام مخيمات وخلصات محطوطة زعاميط وصواوين. جينا لقينا له 2 شهر منصوب المخيم، يعني مؤامرة مربوطة وخالصة يعني، ومحضريننا يعني. فجينا لقينا المخيم منصوب على أرض كانت بصاص مية، ومزروعة الأرض كرسني وجلبانة، الأرض لا بتمر، استأجروها لمدة 99 سنة، مسافة الأرض المستأجرة 135 درهم. بعد بكم من سنة صارت الوكالة، أجت الوكالة وكالة الغوث استلمت المخيمات وصارت تبني لهم في غرف يعني برا في الدول الأجنبية يبرضوش يسكنوا الكلاب فيهن. بقينا نلعب البنات، نلعب نساوي الغمة، أيضا نلعب نساوي طوابين بطينة، نلعب الحج البج، نلعب يا زي البنات، بقينا نمضيها لعب. بعدين فتحنا المدارس، أنا قريت في المدارس والخيام، حضرت الخيام، بقوا خيام وقعدونا على الأرض وقرونا. بعدين بنوا مدارس للناس وصارت الناس يعني تطورت شوية، صاروا في غرف. لقد أصبح المخيم نكبة دائمة، وتعاقبت الأجيال على هذا الواقع المرير، حيث حياة البؤس وبطش الاحتلال المستمر بشكل يومي وفي كل لحظة. لكن المخيم يظل صامداً، فلا هجرة أخرى ولا طريق إلا طريق العودة مهما عظمت التضحيات. مخيم العروب من المخيمات اللي كان إلها يعني المبادرة في كل الانتفاضات اللي صارت في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل. قدم مخيم العروب عدد كبير من الشهداء، قدم عدد كبير من الأسرى. فيش بيت عندنا بالمخيم إلا فيه يكون فيه يا أسير يا أسيرين، الأب انسجن، الابن انسجن، الابن الابن انسجن. يعني هاي حالة نضالية متوارثة في المخيم وفي كل المخيمات الفلسطينية. فيش أمامنا خيار إحنا كفلسطينيين وخاصة في المخيمات إلا أن نبقى صامدين على هاي الأرض ونقاوم هذا الاحتلال بكل الوسائل وبكل الطرق المتاحة لنا. الاحتلال هو اللي اجى عنا، هو اللي استوطننا، هو اللي بهاجمنا في كل الطرق، هو اللي بيحاول انه يزحزح كل اشكالنا الفكريه والثقافيه والنوعيه بانه يشوه صورتنا. احنا بنوجه رسالتنا، ورسالتنا واضحه بانه القلم اقوى من الرصاص، واحنا مستمرين في رسالتنا الوطنيه التعليميه بانه نحرر هذه الارض بنهضتنا الفكريه وبعقليتنا، بدنا نكون متعلمين وباذن الله ان حق في هذه الارض وهي الارض لنا. الاحتلال في زوال مش دائم، اليوم يمكن بكرة، بعد شهر، بعد سنة، حتى يمكن بعد 1,000,000 سنة، بس إلا ما نرجع وناخد أرضنا وحقنا. إحنا جيل تحرير. لو كانوا زمان زي الأحفاد هذولا كان ما طلعوش من بلادهم، خافوا على عرضهم هناك، شردوا في البنات وشردوا في الحريم وشردوا في، خافوا على العرض وشردوا. ولا لو في الحين كانوا زي زمان الختيارية وهالشباب زمان زي الشباب اليوم كان ما طلعوش من بلادهم. احنا قاعدين هذا احنا بحجر
بنكافح وبنكاتل في اليهود. لا شيء ذا قيمة يخسره الأهالي، فهذا المخيم لا يعني لهم سوى النكبة وذكرياتها وألمها الذي لا يهدأ ما بقي الاحتلال، ولا تنازل عما أخذ بالقوة والترهيب والخذلان، وتبقى الدار والسهول والذكريات في القلوب والذاكرة إلى الأبد. حق العودة هو حق متغرس في عقولنا وفي قلوبنا إلى أن نموت. هذا حق لا يمكن التنازل عنه تحت كل الظروف وتحت كل، من يتنازل عن حق العودة فهو كافر، وإحنا شعب مش كافر الحمد لله، أو مش كافرين. حقنا أن نعود لبلادنا، ما عدناش بأجسامنا بنعود بجثثنا، ما عدناش بجثثنا بنعود برفاتنا إلى بلدنا. ما نسينا إحنا لا البلاد ولا نسينا أرضنا. الحين تعال معي تروح على عراق المشية أوريك وين بير الدربوية، وأوريك البير اللي دحشوا عمي، وأوريك وين الأراضي اللي دربوية. أنا بتقن كل شيء، مش تقول يعني مخربطة. لا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، مهما بلغ الاحتلال مسيره إلى الزوال.